تعرضت لمحاولة قتل في كندا، صحيح ولا؟ ايه هاي كي صنع حاجة صحيحة على الأقل. عندك حويجة صحيحة. عندك حويجة صحيحة. كيفاش احكي لنا محاولة القتل تعرضت لها وشنو هي السبب وشكون كان وراءها؟ شنو هي أنت تعرضت لمحاولة قتل بعد؟ اي ولا بجد. لا لا هو حكاية بسيطة، في كندا تعرف الأمريكان يدخلوا من الحدود وكذا ونورمال تصير برشا حاجات. أنا فك كيما التاكسي فون تلفل لتونس عملتك الكارت هذيك والحال سيف، أنا في شارت وش ليك معناها في عم فوق مني يمكن 6 دولار، فما واحد جبد عليا فرد. إي بركاش ما قال يو نو اي كان كيل يو، قلت وين تراي هير وي اب ازرب محليهم قا جرب محليهم البركاجات يو نو جبد عليه فرد، قالوا تعرف نجم نقتلك ماله، هو يعرف فيا يقدم في روحه، قالوا تفضل اقتلني شوف محليهم الحضاره. لا باش نقول لك فازة حلوه ياسر. ايوه شوف الفرق ما بين المجرم نتاعهم والمجرم نتاعنا. انا بالصدفه ما نعرفش شنو هي الفازه، فوق مني بطاقه تعريف تاع تونس يا اخي، كي هو زعما هكا دخل يده المكتوب شافها طلع اش قال. قال لي انت منين؟ قلت انا من تونس. قال لي وين جيت؟ قلت له ما تنجمش تعرفها فين جيت، جيت بعض ايطاليا يا هذا. قلت له انتم عمركم 200 سنه واحنا 3000 سنه، احنا تاريخ كبير ياسر. قال لي رغم التاريخ العالم شو الملاحظ العالم الموجود بطاقة تعريف ماهوش في القياس نتاعو، ما فماش بروبورسيوناليتي بالنسبه للتصويره. قال لي حقه اكبر شويه، علاش تصوركم اكبر من العالم؟ انتم ناس انانيين. هذا مجرم حكي معك هكا، هذا هو مبركي فيك. اي حقني انا مبركيه مش هو. محليهم بركاجيتهم يحكيوا على العالميات مواضيع كبيرة برشا. لا وهذا اللي قوته، هذا واحد براكي حط الفرد وقالوا يا تفضل لا بيسالش لا، قالوا العالم، قالوا ايه العالم بلادي هذاك اسمعش لحوالك اسمعني نزيدك زياده نزيدك زياده ولا عندي حكايه على كندا يهبلوا بالضحك. كمل احكي لي. وقت مشينا للمحكمه، المحكمه كاين يسال دو سينما ولا ماشي للمحكمه؟ هو ايش كبي قالوا مشي معايا المحكمه. لا مش مشي معايا، بعد ما بركيه قالوا مشي معايا المركز، قالوا تفضل عليه على خلف في المركز، قالوا سيدونا معنا الجو نتاعكم انتم التوانسه. لا 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 بس نو 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 علاش شفتوا للمحكمه؟ والله هذه ور منشور، هذه ور منشور. عاود بسالك حاجه، او بركيه واحد بالفرق عاود بسالك حاجه، قالوا شنو احوالك؟ قالوا صفا، قالوا شنو بلاد؟ قالوا تونس، قالوا شبيه العالم، قالوا كبير، قالوا سكيت شتو انت؟ قالوا اسمع انت راه ما تجيش تشد عليا فرد، قالوا ايه تمشي معايا المركز. قالوا كذا لا استنى استنى يا اخي المجرم، قالوا استنى عندي مركز اخر تنخلت عليك برا اسمك تنوصل لي من بعد صحي يا اخي قاعد يستنى قدام مركز يا مخر، قالوا ايم سوري كنت نقتل في واحد ثاني جاي دخل المركز. قالوا كملت كملت قال اسمع اسمع ما عنديش تحط قانون المحكمه كيق 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 احكي لنا مقدم بو حقي توري تبولد انا تو نعملوا ايميسيون بودور وما نضحكوش وما نضحكوش نعملوا ابو 100 دقيقه بركه تنقول طلع لي حتى ال 50 يزيد وقت اللي طلع لك طلع لك وقت اللي خاطر هو كيفاش الحكايه هو مشي على روحه تاخو اي تليفون في كندا ولا في امريكا انت تعمل 9-1 دور تقابليسيه خاطر 9-1 البوليسيه ايا كذاش بي قلت له براه هكا هكا بون حاسيل هو مشي طلعوه عرفوه شكون طلعوه بالكنديان راه مش بالتونسي رد بالك اسمعني مليح مشينا قاعه المحكمه نداولي استدعاء قاعه المحكمه كاينه قاعه نتاع سينما وتتفكرك الافلام الامريكيه اكلي يبدا المحامي يمرح يبدا ماشي جاي نحسب انا يمثلوا لا هكاك يا اخي تلفت الرئيس شوفوا القانون ما تحبوا تطبيق القانون ها القانون كيفاش يصير حتى كان انت مجرم القانون يعطيك حقوقك ها يا سيدي تلفت رئيس المحكمه قال لي فماش حد شو السؤال قدش قوي في القاعه هذه يشبه للانسان اللي جبد عليك فرد قلت له نعم قال لي شكون قلت له هو يا اخي المجرم قاعد ساعه في بيرو بالله لازمك تراه لا مينوت لا امور حريه وحقوق وكل شيء عمل لك ايه يا اخي بوليس عمل له هكا قال له تلفت لي رئيس المحكمه قال لي انت انسان براني ما تعرفش القانون الكندي راهو سي انتردي دو بوينتي لا بيرسون تعمل هكا ممنوع ما قول له شد عليا فرد ولا ما نعملش هكا لا لا ممنوع راجل عنده الحق يشد فرد فرد ودي عملت له كي ولا انت الغلط انت الغلط كنديا احنا نحكيو على كندا انتم تحكيو بالتونسي وي صارت من بعد كندا اسم حبس منحي من الديكسيونير ما فماش حبس فما مركز نتاع اسلحه البلاد خلينا نرجعوا نلموا الحكايه الكل في كندا مره اخرى يشدك سارق اي يحط لك فرد اي تقول له سافا شنو احوالك شنو احوال العائله يمشي على روح
قول لك شنو الفيلم؟ كيفاش تفرجت؟ يقول لك تفرجت امبارح في فيلم، قول له مبسط وحتى انا ما عجبنيش. وبعد تقول له باش تقتلني ولا؟ يقول لك والله ما زدت خم. عندك شي بطاقه؟ قول له انا زاد راه عندك شي بطاقه عندي في العالم. بعد قلت قبل في مركز قبل. وبعد يمشي على المحكمه، محكمه رئيس المحكمه يقول له اسمع هاكا بالثقه باش تمشي الحبس نهار ثلاثه. مش بالثقه، بالقانون يا اخي. جاء المقداد قال له اسمع راهو نهار ثلاثة ما نجمش نمشي، تمشي انت نخلط عليك انت عم زي عندي ما نعم. انت في بالك علاش ما قعدتش في كندا؟ ليه جيت بعد ما هم اللي عمل له اوكي دبر مو كندا راهو هاي كمل تو تقبلت عليا من اللي عمل له اوكي زعما انت ياسر ظام راك ليه ولا ليه ما جيو شي انا وياك قدامك راك انت استاذ اقعد راي انت استاذ كبير في بالكم اللي المرابيط نتاع الكندا عملوا الدومون باش ما عادش يسمعوا الحس نتاع الباب من برا يزموا هكا لا وذاك الدولة يا قيس سعيد قاعد تسمع ولا ما زلت متخلفين نحينا البيبان جملة واحدة بالثقة لا ما ثمش ثقة لا 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 مش هذا قداش مازالولك مازالولي 10 سنين تخرج خليني لا لا مش هذا والله بجد افهموا العالم قداش متقدم أنا والله شيت... بصراحة نحكي ولا حاجة في كندا وفي أمريكا ما نحن المسلمين ولا ونحن نخافوا ربي ما نسرقوش ولا ايه مش نحن في دارك عندك باب اللوح وعلى ميتي زدتوا باب حديد من القدام ها وكلب عربي وكلب سوري شنو وجاره تدعي وامك ما ما يا ولدي الدنيا كلها امك ناركم اوه الارم في الدار والله في كندا كامله في امريكا سورتو كاليفورنيا وكل الدنيا ما فماش سور ساعه جنينه طول مع الفم الكياس وفما جنينه طول وبعد باب الدار باللار يا ولدي فما حد شيء باب الدار باللار سارق كافر هكا توا سارق اللي يحكي عليهم يدق له السلام محلولة الدار فما شكون نجم فما حاجة قولوا راجل قولوا اسمع أتخل الكلاس أتخل الكلاس تلقى صندولار ما تدخلعوش عايش ولدي وأخرج خل نكمل كملوا القصة أنا ماني مازلت بوجادي عندي تروا ولا كترموا ما نعرفش أنا جاي من تونس قلت له كيفاش كاين مربيت وتدلوهم وأدواش في السانتر الداخل وتيران دو تنيس هذا مربوط قلت له ما أنا يبدا هكا قال لي كيفاش شو مقواه كيفاش تصلح الغلطة بالغلطة هو عمل العملة أنت تقتله ما كتصلحه وتردوا عبد صالح شنو هنا بيت فيها 800 واحد يعاود يخرج مجرم أكثر من اللي دخل أنت في فنزويلا تشتري جريدة تشتري خضرة تشتري درسوة ما عادش مسيون اللي تتحرك ما هو الحضارة الحضارة تخلي الفلوس وتمشي باهي فشكون باش يجيب لنا هنا أربع خضارة ويسرق ما عادش مسيون اللي قاعدين بحثيها في الدار